اهلا بيكم يا جماعه، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين في البرد والصقيع اللي احنا عايشين فيه ده النهارده. بصوا بقى، من الاخر كده، انا النهارده قررت ان انا اتكلم عن موضوع مختلف، موضوع انا بقالي فتره اوبسست عشانه، اوبسست يعني مهتميه بيه جدا، موضوع الابراج. والنهارده انا قررت اتكلم عن برج العذراء. ليه اخترت برج العذراء؟ عشان ثلاث اسباب. اول حاجه، عشان انا برج العذراء، عشان راند بنتي برج العذراء، عشان اسراء اختي برج العذراء، فاحنا عندنا ثلاثة برج العذراء في البيت. طبعا انا عارفه ان الموضوع ده حرام ان احنا نقتنع باللي هو البريدكشن او اللي هو التنبؤ، اللي هو ايه اللي هيحصل السنه الجايه، وطالما انا برج كذا هيحصل لي كذا. انا ما بحبش الكلام ده، بس انا مقتنعه تماما ان صفات الابراج كلها اللي مثلا تلاقيهم نفس ناس مواليد نفس البرج، بتلاقيهم فعلا فيهم نفس الصفات. خلينا نبتدي بقى عن امرأة برج العذراء اللي هو انا او اسراء او رامي. وقررت ان اتكلم عن امرأة برج العذراء عشان النهارده سمعت فيدباك ما كانش عاجبني خالص في خروج كده كنت فيها مع اصحاب. كان بيقولوا ان الست بتاع برج العذراء مش قويه، او مش قويه اللي هي يعني ما بتعرفش تاخد حق. اول حاجه، بما ان برج العذراء برج ترابي، ترابي ده يعني ستيبل كده وهادي، ما بيحبش تغيير كتير. فخلونا بقى نحكي ان اول حاجه في صفات امرأة برج العذراء ان هي ما بتحبش التغيير. انا كرشا او اي بنت تقريبا برج العذراء اللي هي تحب كده ان هي تمشي على لاين واحد، يعني انا بحب امشي في الكومفورت زون بتاعتي مثلا. تاني حاجه في برج العذراء ان هو انتقادي لازع. انا بحب الحاجه بيرفكت، فاي ثينك ان اي حد، اي ست برج العذراء تلاقي بتحب الحاجه تمام قوي يعني. فعشان انا بعشق البرفكشن او الحاجه تبقى كامله، وطبعا الكمال لله، فتلاقيني لو شفت عناية بتروح اكتر ناحيه العيوب، فتلاقيني بشوف كل حاجه حلوه عادي وكل وتمام، بس تلاقيني بعلق على الحته اللي ما عجبتنيش. فدي تاني حاجه من برج العذراء. تالت حاجه، احنا صراحه جدا يا جماعه، يعني اللي في قلبنا على لساننا. علشان كده يعني انا لو بكرهك هتلاقيني بكرهك في وشك وباينه كل الرياكشنز ان انا مش طايقاك مثلا او مش طايقاكي. لو بحبك هتلاقيني برضو ببين كده. عمر ما تلاقي الست برج العذراء بتتكلم عليك من ورا ظهرك يعني. والحمد لله دي صفه جميله جدا وبحمد ربنا عليها، ان انا شخص مش منافق، ان انا بكره النفاق. اوكي، ايه تاني؟ حاجه تانية، ان هو ديتيل اورينتد، يعني بيهتم قوي بالتفاصيل، تلاقيه كده كل التفاصيل مهتم بيها جدا. يعني حتى لما اجي احكي موضوع تلاقيني بحكي بتفاصيل كده وباسترسال. ايه كمان؟ خلينا بقى نتكلم على صعيد العمل. ست برج العذراء تلاقيها بتهتم قوي بشغلها، عندها طموحات، عندها تارجتس، عندها اهداف. مش مثلا ست كده اخرها تقولك انا عايزه ابقى ست بيت واقعد في البيت. لا، انت لو متجوز او مراتك او خطيبتك برج العذراء، اعرف دايما ان هي مش هتبقى ست بيت، يعني مش قصدي ست بيت، هيبقى عندها دايما طموح، عايزه توصل لهدف، عايزه تشتغل، عايزه يبقى ليها كيان. لان ست يعني انا كبرج العذراء من اكتر الحاجات اللي بتسعدني ان يبقى عندي هدف واقدر اوصل له. ايه كمان؟ افتكر بقى صفاتي وصفات راند اللي بتصورني. ست برج العذراء صعبة الارضاء للاسف. يعني ازاي؟ انا من النوع اللي، عشان برضو دي حاجه ليها علاقه بموضوع ان انا بحب كل حاجه بيرفكت، بتحس ان هو صعب، برج صعب ان انت ترضيه مهما عملت له، تحس ان هو كان محتاج اكتر. فعلشان كده دي حاجه ما تزعلوش منهم يا جماعه، دي صفه عامه يعني. ايه كمان؟ انا عم رغاي. رغاي يعني بيحب يتكلم كتير، مع انه برج العذراء لما يكون قاعد مع ناس اول مره يقعد معاهم هتلاقيه قاعد ساكت وهادي وكان كده على جنب، مع ذلك هو مركز كويس قوي وفاهم كل حاجه بتحصل حواليه، بس هو بيبان كده ان هو هادي قوي، يعني قاعد على جنب كده مش بيتكلم كتير. يعني انا لما بكون قاعده مع ناس ما بعرفهمش بسمع اكتر وبحاول افهم كل حاجه. امراه برج العذراء انا بعتبرها امراه ذكيه، والله مش عشان انا، بس انا بحس فعلا ان هي ست ذكيه، بتفهم تلقطها وهي طايره كده، محدش عارف يضحك عليها. يعني ما تقدرش ان انت تشتغلها، لا هي بتركز قوي في التفاصيل، فتعرف تجيب اخرك وتعرف تفهم انت بتعمل ايه كويس قوي. فما تحاولش اطلاقا ان انت تحور على برج، على ست برج العذراء. وبرضو لو حد كذب على حد في برج العذراء يعني ممكن يعرف في ثانيه. بالظبط، عشان برضو برج العذراء بيهتم بالتفاصيل، فتلاقيه بيلقط كده يعني على طول، فاهم ان انت بتكذب. ست برج العذراء في الحب بقى، برج العذراء مش من النوع اللي هيجي يقولك انا بحبك وبموت فيك،
عمره ما بيعبر عن مشاعره بالكلام. برج العذراء تلاقيه بيعبر عن حبه ليك بافعال، يعني تلاقيه بيبين لك ان هو مهتم بيك، بيبين لك ان انت شخص مهم في حياته. اما عمره ما هيجي يقول لك وحشتني وانا بموت فيك، وتلاقيه مش بيقول كلام حلو كتير، بس بالعكس هو بيبرهن على حبه ده بافعاله اكتر بكتير قوي من كلامه. ايه كمان عن برج العذراء؟ بيعشق النجاح. يعني برج العذراء من الابراج اللي مش بتتغ مش, مش مش لما تيجي تحب تغريها ما تغريهاش مثلا بفلوس، بشكل، مش عارفه ايه، بالعكس المظاهر والحاجات دي ما بتهمهوش قوي، بيهتم اكتر بالشكل العملي يعني. وبرج العذراء برضو برج بيفكر بعقله اكتر من مشاعره. يعني الست بتاع برج العذراء تلاقيها ست عمليه، فاهمه هي بتعمل ايه كويس، منظمه، بتعشق النظافه، مش برج مشاعره اللي بتتحكم فيه، لا بيفكر كويس قوي وبيستخدم مخه اكتر. انا بقى عايزه منكم كل واحد يقول لي عايز يعرف ايه عن برجه، عشان انا كرشه انا يعني انا ما كنتش مهتمه بالابراج، بس كان في البروجرام بتاعي بتاع سنه اولى كان بتيجي معايا فاطمه، حابه ان انا اشكرها، فكنت فهمت حاجات كتيره قوي، بقيت بقرا كتير، ده غير ان انا معتمد على نفسي ان انا اكتشف من صحابي. وعايزه احكي لكم ان انا بقيت بحب قوي ان انا اعرف اللي قدامي برج ايه، او انا ممكن اكتشف لوحده. فتحيه لكل ست من برج العذراء، وتحيه ليا والرند والاختي اسراء، لان انا بحترم امراه برج العذراء جدا، وهي امراه فعلا تستحق الاحترام. هستنى منكم بقى كلكم تقولوا لي انت برج ايه، وعايزين اقول لكم ايه عن برجكم سواء راجل او ست يعني. بس ويا ريت يا جماعه تدفوا كويس قوي في البرد اللي احنا عايشين فيه دوت، لان الجو مش طبيعي يعني. بس شكرا، باي باي.